بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تك بروفيكسر. اليوم كما ترون لقد قمت بتثبيت أداة رائعة جدا. هذه الأداة فهي مجانية وتستطيعون من خلالها عمل العديد من العمليات أو إدارة بعض الهواتف. سوف كما ترون لقد قمنا بالتثبيت، ثم نأخذ اليوزر نيم والمود باس الذي هو معهما. إذن كما ترون نقوم بنسخ هنا ثم لصق. هذه الأداة فهي جديدة وهي تدعم كثير من الموديلات. نقوم بالدخول. إذن كما ترون فهذه هي واجهة الأداة. الأداة وهي غريفن إنرلوك فيرسيون 6، فهي تدعم العديد من الموديلات. كما ترون هنا إنرلوك سيم، يعني هنا عمليات خاصة بفتح الشبكة الخاصة بعض الأجهزة. إذن كما ترون هنا بعض المعلومات الخاصة بالحاسوب. ثم كما ترون هنا فهذه هذه الخاصية الأولى هنا إنلوك سيم. فماذا يوجد هنا؟ يوجد أولا Direct إنلوك، يعني فتح الشبكة، ثم FRP بالنسبة لأجهزة سامسونج، والMDM يعني Knox Remove تخطي حماية MDM بالنسبة لأجهزة سامسونج. هنا عمل فورمات لأجهزة سامسونج عن طريق MTP، وبعد تشينج نقوم بعمل تغيير للCSC، ملف CSC بالنسبة لأجهزة سامسونج. ثم هنا Enable Call Record One Please. ثم كنا خانة الكوالكوم. بالنسبة لخانة الكوالكوم وهي تحتوي على العديد من الأجهزة الكوالكوم عن طريق الـ ODL مود. كما ترون نأتي هنا للبراند، ثم نضغط هنا بعض الشركات الموجودة هنا والتي تدعم، وهو هذه الأداة تدعم هذه الأجهزة شاومي والأوبو ريلمي والوان بليس وسامسونج وفيفو، يعني هذه الشركات والتي لها معالج كوالكوم. مثلا شاومي، هناك العديد من الأجهزة كما ترون المي نف تي، وبعض الأجهزة الجديدة مثل مثلا هنا شاومي 11 تي برو مثلا. ثم هنا الأوبو والريلمي كما ترون، فهناك العديد من الأجهزة بالإضافة إلى الوان بليس، فيها بها العديد من الأجهزة. ثم السامسونج كما قلت من قبل، فهذه الأجهزة فهي ذات معالج كوالكوم. ثم فيفو، نعم. دونك من هنا يمكنك اختيار الهاتف الذي تريد مثلا أن تقوم بمثلا هنا عمل فلاش له، سواء عن طريق الXML بات أو البات كما ترون هنا. ثم الملتي رو، يعني تختار تقوم باختيار الفلاشة من هنا. ثم هناك أوبريشن، هذه الأوبراسيون، هناك عمليات عن طريق الODL مود. يمكنك قراءة المعلومات، حذف الFRP، عمل فاكتوري ريست، يعني ثم دون أن تفقد المعلومات الخاصة بك. يعني هنا سكرين لوك ريموف بالنسبة لأوبو وفيفو والريلمي، تقوم بحذف النمط دون أن تفقد البيانات الخاصة بك. ثم كما ترون هنا ريموف سامسونج FRP، ثم الويب FS، باكاب FS، ريستور، يعني الكثير من العمليات. هناك بعض العمليات الخاصة مثل هذه ريموف مي أكاونت وبيباس مي أكاونت. كما هنالك عن طريق الفاست بوت،
يمكنك أولا عن طريق من الفاست بوت أن تقوم بالتحول إلى الأودي ألموند، ثم ريموف اف ار بي بالنسبة للشاومي عن طريق الفاست بوت، ثم ريموف المي اكونت بالنسبة عن طريق الفاست بوت، ثم الدياغ اوبيراسيون. بالنسبة للدياغ يمكنك تعديل أو إصلاح الأيمي الخاص بأجهزة الكوالكوم عن طريق الدياغ مود. بالنسبة للتست بوينت من أجل الدخول إلى الأودي المود، فما عليك أخي سوى أن تختار الموديل ثم تكتبه في جوجل وتكتبه تست بوينت وتطلع لك التست بوينت الخاصة به. كما أن هنالك أجهزة شاومي هنا خاص بالشاومي، هناك جنرال يمكنك اختيار الموديل. هذه الموديلات التي هنا فهي الموديلات المدعومة، وهناك موديلات مثل شاومي 12 و 12 برو. يمكنك أن تقوم بفتح البوت لوادر، عمل تخطي للاف ار بي، حذف المي اكونت. يمكنك أن تقوم بالبوت أو التشغيل عن طريق الأودي المود، ثم يمكنك مسح الـ UFS. كما هنالك بعض يمكنك التفليش عن طريق الفاست بوت من هنا، ثم خانة الخاصة بالهواوي. الهواوي هنا أولا بالنسبة للهواوي كما ترون فهو يدعم الكثير من الأجهزة القديمة والجديدة، نعم بإصداراتها. يعني يمكنك عمل فلاش من هنا، من هاته الفلاش بورد، وهنا فانكشن قراءة المعلومات وحذف الـ FRP، ثم فتح البوت لوادر كما ترون. كما أن هنالك أجهزة الأمتيكا، بالنسبة لأجهزة الأمتيكا فهو يدعم كثير من العمليات كما ترون. جنرال اوبريشن يعني تقوم بقراءة البيانات، يقوم بقراءة الفيرموير، انلوك البوت لوادر، فتح البوت لوادر وقفل البوت لوادر، ديزابل ابديت بالنسبة للشاومي كما ترون. هنا يمكنك حذف المي اكونت، حذف او تخطي الاف ار بي، هناك حذف الاي دي بالنسبة للهواوي والاي دي بالنسبة لأوبو، كما هنالك بالنسبة لسامسونج 4G اوبريشن. هناك بعض العمليات الخاصة بال4G، وهنا عمليات الريست يعني فاكتوري ريست، ثم فاكتوري ريست ناو ميثود يعني بعض العمليات الخاصة بفاكتوري ريست. هنا قراءة او عمل باك اب بالنسبة لملف الان في داتا، ثم ريستور الان في داتا ومسح الان في داتا. كما هنالك بعض العمليات الخاصة بالار بي ام بي. يعني هذه الاداة صراحة فهي تقوم بالعديد من العمليات المفيدة جدا. ثم هنا بالنسبة لأمتيكا عمل فلاش لأجهزة الأمتيكا، هنا بالنسبة للبارتيسيون مانجر يعني يمكنك قراءة البارتيسيون الموجودة في الهاتف، إصلاح الإيمي من هنا، ثم هنا أجهزة الفيفو يمكنك إصلاح الإيمي بالنسبة لأجهزة الفيفو. كما هنالك خانة خاصة بالأبل بالنسبة لهذه الخانة، فهي فيها الرام ديسك وفيها فانكشن جنرال فانكشن، يعني هنا ريد انفو ديفايس اكتيفيشن، يعني بعض العمليات الخاصة ب الاي كلود وتخطي الاي كلود سواء عن طريق جيل بريك او عن طريق الرام ديسك، فهناك العديد من العمليات. اذا هذا كل شيء بالنسبة لهذه الاداة الرائعة جدا، يمكنكم تحميلها وتجربتها
إلى شرح آخر إن شاء الله.